بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أحسن اليوم على الأخوة في الله. الأخوة في الله من أعلى مراتب الإيمان، بل جعلها النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان كله. ولا يتحقق إيمان المؤمن إذا لم يكن له أخ في الله. سأل النبي صلى الله عليه وسلم يوما أصحابه: ما خصلة تجمع الإيمان كله؟ فقال أحد الصحابة: الصلاة يا رسول الله. قال: أحسنت وما أصبت. وقال الآخر: الحج. فقال له: أحسنت وما أصبت. وكل صحابي كان يذكر شيئا، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وهل الإيمان إلا الحب في الله والبغض في الله؟ فالإيمان كله جمعه بهذه الخصلة الواحدة صلى الله عليه وسلم: الحب في الله والبغض في الله. الحب في الله هو سهم من سهام الإيمان والإسلام. من وجد عنده أخ في الله كانت له نجاة يوم القيامة، ومن لم يكن له أخ فهو مفوض إلى فضل الله تعالى، إن شاء غفر وإن شاء عذب. لكن الأخوة في الله غير الأخوة من الأم والأب. الأخوة من الأم والأب هذه بمجرد ما يحصل الموت تنقطع. قال الله عز وجل: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. النسب لا يفيد بعد الموت. والله عز وجل ذكر لنا في القرآن أن الإنسان يوم القيامة يفر من أخيه، من أخيه يلي من أمه وأبوه. الأخ النسب، يفر الأخ من أخيه يوم القيامة من أجل حسنة، ويفر الأب من ولده، ويفر الابن من أبيه، ويفر الزوج من زوجته. يفرون من بعضهم مقابل حسن واحد. يطلب الابن من أبيه حسنة، أو يطلب الأب من ابنه حسنة، أو تطلب الزوجة من زوجها حسنة، فلا يعطي أحد منهم الآخر مطلقا. وذكر الله لنا ذلك ليعلم الإنسان أن النسب لا يفيد في الدار الآخرة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه. صاحبته يعني زوجته وأولاده. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كل واحد عم يدور على حسنة يدخل فيها الجنة. وورد في حديث الحبيب عليه الصلاة والسلام أن عبدا يقف بين يدي الله تعالى فيسأله الله وتوزن حسناته وسيئاته،
فينقصه حسنة واحدة حتى يدخل الجنة، فيقول الله له: اذهب فانظر من يتصدق عليك بحسنة. يعني بيعطيه وقت، روح دور إذا في مين يحسن إليك حسنة حتى دخلك الجنة، ناقص حسنة. كطلاب مثلا بالفحص، قدموا فحص وطالب ناقصه حسنة واحدة للنجاح، بيقولوا له روح للطلاب شو مين اللي بيعطيك منه علامة. بيجي عند أول طالب بيقول له: والله أنا كمان آخذ 50، إذا بدي أعطيك علامة بسقط. الثاني ما بيعطيه، والثالث ما بيعطيه، هيك في الآخرة على علامة واحدة بيرسب، وإذا رسب معناتها في دخول إلى النار، معناتها في نار تلظى، نار جهنم تشوي الوجوه، نسأل الله السلامة. فيذهب الولد إلى أمه فيقول: يا أماه لقد كنت عطوفة علي، كانت يدك لي سريرا وحجرك لي كان سريرا، كنت أقعد على إيديك وبحضنك، كنت ترضعيني من سديك، فدخيلك حسني واحد حتى أدخل الجنة. فتقول له: وإني لمثلك. ثم تفر الأم من ولدها ويأتي إلى أبيه فيفر، ويأتي إلى أخيه فيفر، بده يدخل الجنة علامة واحدة. بيفتش في هالمجتمع يلي من عهد آدم إلى قيام الساعة كل واقفين بموقف واحد، روح دور. فإن كان له أخ في الله، تآخيا في الله، تحابا في الله، اجتمع عليه وافترقا عليه، فإذا وجده سأله: ما لك؟ خير؟ شايفك مضطرب. قل له: والله انوزنت حسناتي ونقصني حسنة واحدة حتى أدخل الجنة. فيقول له: وأنا مثلك، لكننا تآخينا في الدنيا على محبة الله، تجالسنا لله وتصاحبنا لله، وكم من نصح نصحتني إياه، وكم من حسنة ذكرتني بها، فاليوم أكافئك، خذ حسنة مني فادخل الجنة. وأنا بنقص حسنتين، بده يدخل الطابق الثاني في النار، بده ينزل طابقين، كل حسنة بترفعك درجة وكل سيئة بتنزلك درجة إلى الأسفل. اللي خد مني حسنة ودخل، تنقص حسنتين، وليه أنت نصحتني في الدنيا أنا هلأ بدي كافيك. فينظر الله إليهما فيقول: كريم. تكرم على الكريم، جاي يعمل حاله كريم على الله، كريم تكرم على الكريم، خذ بيدي أخيك وادخلا الجنة وأنا أكرم منكما. فالأم هربت والأب هرب والأخ هرب إلا الأخ في الله. لذلك لو عرف المسلم ما قيمة الأخ في الله لما بات ليلة إلا وله أخ، فاللي له أخ له نجاة يوم القيامة، والذي لا أخ له لا نجاة له يوم القيامة. بدك تفتش على أخ في الله، هذا الأخ في الله ما وين ما كان بنوجد، هذا لا يوجد إلا في سوق محبة الله، لا يوجد إلا في سوق التقرب والدلالة على الله. وين هذا السوق موجود؟ موجود عند الصالحين في مجالس العلم ومجالس القرب إلى الله. وما كل من ادعى المحبة صار حبيبا، يعني ما تنغشوا. واحد بيجي بيعمل حاله أنه بيحبك وبيمشي معك
وبيصحبك وبيذكرك، لكن من وراء ذلك بعد ما بيستحكم بيتدين منك، بياخذ المال وعظم الله اجركم. لذلك انتبهوا، ما كل من جالس كان مريدا لله تعالى. الذي يجالس لله الشرط الاول ان لا يكن معامله ماديه بيناتكم، دنيا ما تدخل بيناتكم. متى ما قال لك ديني او انا بحاجه معناتها بده ياكل مالك ومع السلامه. فانتبه، مهما كان الاخ في الله يذكرك بالله ويدلك على الله ويحببك بالله وباحباب الله، لكن دنيا ما في، في الله فقط. تجلس انت وياه، ان نسيت ذكرك وان ذكرت اعانك، يذكرك بالله، ينصحك بدين الله، يعلمك شرع الله. اما من غير دنيا بينكم، هذا اول شرط من شروط الاخوة في الله. انه كتير ناس بيستغلوا الدين من اجل الدنيا، بيستغل الايمان، بيستغل البساطة، بيستغل دروشتك مشان يدق بمالك، فاحذروا من هذه الناحية. فاول شيء الاخ هو الذي لا مادة بينك وبينه، انما موجود ذكر الله فقط. اثنين، الاخ في الله هو الذي كلما رآك وعظك ونصحك، كل يوم له نصيحة جديدة، كل يوم تذكرة جديدة، كل يوم دلالة على الله. أما أن يكون بينك وبينه جلسات وسهرات كبقية الناس أو من أجل طعام أو من أجل له، فهذا ليس بأخ. الأخ هو الذي لا يكتمك نصيحة، كلما رآك نصحك، كلما شاهد منك تقصيرا شد من همتك، دلك على الله، ذكرك بالله. هي ناحية ثانية. ثلاثة، الأخ الذي يؤاخيك في الله هو الذي كلما فترت همتك غذاك من همته وأعطاك من علمه ودفعك دفعا إلى محبة الله. بده يبذل كل جهده لحتى يدلك على الله ويعرفك بالله وبدين الله وبشرع الله. فإذا وجدت هالصفات فهذا أخ في الله، وإذا ما وجدت خلي صحبتك على حذر، صاحب وانت آخذ الاحتياط. ما دام في الله صحبة، فإذا دخلت النفس أو دخلت الأنانية أو دخلت المصلحة فلا أخوة مطلقا. وهذا الآن صار نادر، نادرة في المجتمع الآن مين صاحبك خالصا لله. كثير من العلماء لما بيسمع أنه أخ في الله بيقول له هلا في منا، هلا في منا، هلا ما في، هلا لا في. الأخوة في الله لا تنقطع إلى يوم القيامة. وإن كان أهل الأدب والعلماء قالوا انقطعت الأخوة بعد النبي 100 سنة، انقطعت الأخوة في الله، ما بقى في أخ في الله، صار في أخ لمصلحة. لا أحبابي، ما دام ذكر الله موجود الأخوة في الله موجودة. فنصحب بعضنا لله، حتى الشيخ معكم بتجالس الشيخ ما دام يدلك على الله، ما دام يذكرك بالله، ما دام يعلمك شرع الله جالس. فإذا رأيت غير ذلك فلا صلة ولا صحبة، لا تجي لعند الشيخ. جيدكم ما دمت بدلكم على الله تجوا، فإذا دليتكم على غير الله أو نسيت أن أذكركم بالله فلا تأتوا، فليس في الصحبة خير. بقى إذا الشيخ هيك عم يحكي لك، مع الغير شلون بدك تكون بقى؟ فلا تظنوا أنه كل واحد يمشي معك
ودعاك إلى الله وذكرك نصار والله ما شاء الله من أهل من الأخوة وصار ما شاء الله منيح. لا يا ابني، في كتير إخوان بيستغلوا الدعوة إلى الله، بيستغل الرفاق والأحباب عنده. متى ما صار عنده إخوان يتدين من هاد وياخذ من هاد وياخذ من هاد، وبعدين شلاها حمد أو على مذهب شرلب راحوا. وين الدعوة إلى الله؟ وين تبليغ الإسلام؟ وين كانت لي مصلحة؟ فانتبهوا. بالنسبة للأخ في الله، بدنا نآخي لله ونصحب بعضنا لله وندل بعضنا لله لأجل أن نأخذ في الدار الآخرة المكان المطلوب، المكان المطلوب التي قالها النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، قال استكثروا من الإخوان. استكثروا من الإخوان فإن لكل مؤمن شفاعة يوم القيامة. كل مؤمن يشفع لأخيه المؤمن، فإذا عرفنا أن المؤمن يشفع لأخيه المؤمن عندها يجب أن تسعى بكل جهدك أن يكون لك أخ في الله، أخ يشفع لك، يا بتشفع له يا بيشفع لك. فأخ يشفع، إذا كنت متخذ أخ في الله هو شفيع لك يوم القيامة، هذا بقول النبي عليه الصلاة والسلام. وفي حديث آخر استكثروا من المعارف من المؤمنين، تعرف على كثير من أهل الإيمان، فإن لكل مؤمن شفاعة عند الله يوم القيامة. يا سلام، كل مؤمن له شفاعة، نعم، فالمؤمن يشفع، كيف تكون هذه الشفاعة؟ حديث رواه البخاري رضي الله عنه وأرضاه، إن المؤمنين الذين لم يدخلوا النار، هذول اللي الله غفر لهم وأدخلهم إلى الجنة، إن المؤمنين الذين لم يدخلوا النار يشفعون في إخوانهم الذين دخلوا النار، فاتوا عن النار بيشفعوا لهم. كيف؟ فيقولون ربنا إخواننا الذين كانوا معنا، بيطلبوا من الله ربنا إخواننا الذين كانوا معنا في دار الدنيا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون وقاعدين معنا كانوا، فيقال لهم أخرجوا من عرفتم، روحوا ادخلوا إلى النار ويلي بتعرفوا طالعوا، ما بيحتروا بينفوتوا للنار. قال فتحرم صورهم على النار، يعني تكون النار لهم نورا، فيدخلون النار فيخرجون خلقا كثيرا. هي أول أطفي، فاتوا للنار طالعوا جماعة كثير، منهم من أخذته النار إلى ساقه ومنهم من أخذته النار إلى ركبته فيقولون ربنا ما بقي فيها أحد مما أمرتنا بإخراجه، كل اللي قلت لنا طالعوهم طالعناهم، شو الشفاعة هي ابني؟ من النار يدخل إلى النار يطالعهم يقيهم ويطالعهم، قديش بتسوى هي
في جهنم واصل النار لركبه وعم يحترق، بيدخل بيسحبه بيطالعه الى الجنة. قديش بتسوى هاي نارها يا ترى؟ مثل البوتيغاز، نار جهنم مثل البوتيغاز، مثل نار الحطب. أوقد عليها 1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى ابيضت، و1000 سنة حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. وقودها الناس والحجارة، الجبال تذوب فيها. إيه بده يحترق بجهنم ويدخل هذا الأخ بيطالعه. يا ربي ما لم يبق فيها، ما بقي فيها من أحد ممن أمرتنا بإخراجه. ثم يقول جل وعلا: أخرجوا من كان في قلبه وزن دينار من الإيمان. روحوا شفاعة تانية، شفعوا في كل واحد في بقلبه قد دينار من الإيمان، يعني قد ليرة، طالعوا شفعوا شفاعة تانية بإذن الله، بدخلوا بطالع كمان خلق كثير. ثم يقول لهم: أخرجوا من كان في قلبه وزن نصف دينار من إيمان. قديش كرامة المؤمنين على الله! هذا المؤمن اللي عم يدخل إلى النار، الله حرم صورته على النار وعم يطالع هالمؤمنين بإذن الله، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل. فالمؤمنين إذن كم شفاعة بيشفعوا؟ الشفاعة الأولى، والشفاعة الثانية دينار، الشفاعة الثانية نص دينار، الثالثة نص دينار، الرابعة حبة خردل. فهذا المؤمن، فنيال اللي إله مؤمن يآخي في الحياة. إذا تعرفت عليه وتعرف عليك بيدخل إلى النار ليطالعك. ابني هي بتسوى الدنيا، الدنيا كلها ما لا قيمة ولا ما لا وزن. الدنيا لا تساوي عند الله جناحة بعوضة. فهذا العطاء الإلهي، فوت خول وخود. هي شفاعة، هي شفاعة المؤمن، هي غير شفاعة العلماء، غير شفاعة الأولياء، غير شفاعة المقربين إلى الله. هذا شفاعة المؤمنين العاديين. أما شفاعة العلماء أو شفاعة الأولياء فهم الذين يكونون في الرعيل الأول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلو عرف الأخ ليبكي ليل ونهار على أن يكون له أخ في الله. وين أخوك في الله يلي بتتعاون أنت وياه على دين الله، بيعينك على الطاعة وتعينه على الطاعة، بيجيبك إلى مجالس العلم وبتاخده إلى مجالس الذكر. هذا الأخ في الله. أما أخ صاحبته من أجل مادي، من أجل مال، من أجل عمل، هذا ما أخ يعني. ولو الأخوة بينك وبينه 20 سنة هي ما اسمها أخوة. الأخوة إذا لم يكن يربط بين قلبين الله فليست بأخوة. لذلك أحبابي أنا بحكي لكم دائما وبحكي بالبيت، في الدار الآخرة ليس بيني وبين أحد صلة إلا من كان ذاكرا لله. الصلة بيني وبين أهل الذكر، فمن لم يكن على ذكر فليس بيني وبينه صلة. والبكرة الشيخ بيشفع لنا، أنا قد أنذرت وبلغت، يلي بيشتغل بذكر الله في لقاء بيننا في الآخرة، وإلا جي إجا سمع ودار ظهره مشي. أنت ما بدك الشفاعة، ولا بدك أن تكون يوم القيامة تحت لواء الحبيب المصطفى، ولا أن تشرب من حوضه. بدك أخ في الله خالص يا ابني. وأنا لا أخي إلا ذاكر لله. فاللي بيشتغل بالذكر فمرحبا هو أخي في الدنيا وفي الدار الآخرة، واللي ما بيشتغل بالذكر هو ما بده.
وأنا ما عم أدلك على شيء زايد في الإسلام أو شيء زايد عن القرآن. الذكر من القرآن ولا برات القرآن؟ من القرآن. وما دام القرآن عم يأمر، فإذا تركت الذكر معناتها تركت القرآن، وتارك حكم كتارك الكل. ما تركت حكم واحد من القرآن كأنك تركت الكل. فلذلك كل من كان على ذكر فهو أخ لي في الدنيا وفي الدار الآخرة، له مالي وعليه ما علي، هذا أخي في الله. نجتمع على الله، نتذاكر في الله، نبلغ لدين الله، نحب لله ونبغض لله. فهذا الأخ، وهذا الذي بيأخذ الدرجة الكبرى في الدار الآخرة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يدخله في شفاعته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنا شفيع، أنا شفيع كل أخوين تحابا في الله، أنا شفيع كل أخوين تحابا في الله من مبعثي هذا إلى يوم القيامة. ندخل احنا فيهم يعني؟ ندخل أبو زياد؟ نعمل أخوة أخوتك. هذا شفيع كل أخوين تحابا في الله. فإذا كان النبي شفيع لك صلى الله عليه وسلم، إذا دخلت في شفاعته دخلت معه وكنت معه، سقاك من حوضه وأدخلك الجنة معه. وبعض الصحابة قالوا: يا وين أنا من أنت يا رسول الله؟ أنت وين؟ كن مع الأنبياء وأنا. قال له: لا لا تحكي هيك، حبيت؟ نعم. قال له: المرء مع من أحب. ما دام حبيت أنت تلتقي بمن تحب، المرء مع من أحب. ما في أنت فوق ولحنا تحت، لا، ما دام في حب. الرباط بيننا حب الله، الرباط ذكر الله. فإذا كان فالنبي شفيع لكل أخوين. بس وين الأخ؟ بكل رمضان الأخوان بآخوا، لكن بعد رمضان سلام عليكم، نستنى لرمضان، لرمضان الثاني حتى نجي. هاي ما أخوة ابن. الأخ هو الذي يرتبط من غير أن ينقطع، واللي بيرتبط هذا اللي بيجيه الذرية الصالحة يدعو إلى الله ويبلغ دين الله ويهدي الله على يده خلق الله. أما من رمضان لرمضان بكون مثالكم مثل القصة لح أحكيكم ياها، بس دستور ما فيها، هاي بنشان ترفيه عليكم. رجل كان عمره بلغ 75-80 سنة، اسمه أبو سعيد. فأبو سعيد 80 سنة، ما يعني شرطان الكهرباء مقطعة كلها ما فيه. فأم سعيد قاعدة بالمطبخ ودنيا شباط، قاعد على الشباك وقام شاف القطاط، قارون وردة، نرنو نرنو نرنو، عم يخطبها وطلبها، وبعدين رضيت. ولما صاروا مع بعضهم أبو سعيد اشتغلت معه، فناداها: لك يا أم سعيد، لك أم سعيد. قالت له: لك جاي جاي، لك يا أم سعيد. إيه جاي. بعد 10 دقائق اجيت: شوفي. قال لها: انتظري لشباط الثاني. استني لشباط الثاني، انتهى الفيلم. كمان اخ بيجي باخي من رمضان لرمضان. يا ابني استنى،
لا يا ابني، هذا ما هي من الأخوة. الأخوة يا ابني الصالح بدك تكون دائما مرتبط، لأن العلم لا حد له، فكل يوم بدك تأخذ علم جديد، كل يوم تسمع شيء جديد. سألوا الإخوان اللي صار له مع الشيخ 40 سنة. أبو زياد أدي صار لك 50 سنة. 50، اللهم صلي على النبي. إجا درس مثل الدرس الثاني ب50 سنة، كل يوم بتاخذ علم جديد، كل يوم تاخذ بحث جديد. هذا فضل الله عز وجل. لذلك بدك دائما تزداد، دائما ترتقي، دائما تتقدم حتى تفقه القرآن كله. هذا هي الصحبة يا ابني وهي الأخوة. أما انشغل وماله فاضي والله وأهله والله، لا يا ابني، هذا ما عرف لسه ما يطلب. نحن طلبنا يا أخواني، أول طلب إلنا رضا الله، هذا أول طلب رضا الله. ولا يتحقق رضا الله إلا بفقه كلام الله. بدك تتفقه بالقرآن. القرآن ما عندك درس واحد، عندكم كم درس بالتفسير؟ عندكم يوم التنين سورة النساء، عندكم الثلاثة بالأنعام، عندكم الأربعة الشعراء، عندكم الخميس بالتوبة، صباح الجمعة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فمعبى هاي الجمعة، خذ يوم يومين معلشي بس تعلم واسمع. فبالتعلم بيجي يوم الأيام بتصير أنت معلم. أنا الدرس اللي عم علمكم يا أخواني يلي عم تسمعوه مني، علمي وعلمكم فيه صار واحد، عم تتعلموا مثل ما أنا بعرف، فصلنا مثل بعضنا البعض. فإذا كتبت وحفظت صرت مثل الشيخ ومعلم مثل ما الشيخ علم. فبتصير نصير كلياتنا دعاة نلتقي مع رسول الله. يلي بده يلتقي مع رسول الله بده يكون فيه صفة تناسب صفة رسول الله. رسول الله أرسله الله داعيا إلى الله، أنت حمير كمان رقب الدعوة. والنبي أذن من الله، أنت تؤذن من أحباب الله. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أنو أعظم، تملك يا ترى 100 مليون دولار ولا الله يهدي على إيدك واحد؟ أنو أعظم؟ 100 مليون دولار. دولار بدي 50، مليون دولار بديش بيطلع 50 مليون. فمئة مليون دولار أفضل منها الله يهدي واحد على إيدك. ما 100 مليون يا ابني. النبي عم يقول لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس وغربت، يعني خير من الدنيا كل بما فيها من ملكها وجواهرها وذهبها. هداية واحد، هي الأخوة يا ابني. الأخوة تأخذ وتعطي. أما إن سمعناها وبالجامعة حطيناها أنت خسرت الأخوة يا ابني. فبدك تدور على أخ، هالأخ تذكره بالله وتدله على الله، عرفه على أحباب الله. متى ما صرت أنت وياه مرتبطين قل له يلا أنا جيب واحد وأنت جيب واحد، كنت واحد وبدأ من أول السنة، هلأ برمضان من أول السنة أنت جيت لحالك تعرفت على الشيخ، نعطيك شهرين تحسن بشهرين تجيب واحد من رفقاتك، شهرين. إذا كل شهرين جبت واحد من رفقاتك، الشهرين الأولانيات جبت واحد، شو صرتوا؟ 2. بعد شهرين شو بتصيروا؟ 4. بالأربعة بالست شهور 8. بالعشر شهور 16. بالإحدعشر شهر 32. بآخر السنة
64 انت واحد صرت 64 واحد. هذا الاسلام يا ابني. فكل واحد اذا صار كل واحد اذا جاب 40 واحد 50 واحد الجامع بيكون ان شاء الله توسع. رجائي بالله رجائي بالله ودعوا لي الله عز وجل يكرمنا هالسنه نبدا بالجامع. رجائي بالله ارجو الله انه ربي يحقق ذلك. فاذا كان كل واحد جاب 40 خليكم تكونوا 100 ما بقول اكثر. 100 ب 40 قديش بتطلعوا؟ 4000 انسان. هذا باخر السنه صرتوا 4000. للسنه الجايه قديش بنصير؟ فكل اربعه كل واحد رح يجيب كمان 40. هيك الدعوه اشتغلت. هي الاخوه في الله. فلذلك شوف اخ اخي في الله صاحبه لله قل له لا بدي منك الا انه تيجي بس تسمع تتعلم دين الله تتفقه بشرع الله. وانا حبيتك لوجه الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما تحاب اثنان في الله ما تحاب اثنان في الله إلا كان أفضلهما أشدهما حبا لصاحبه. مين أفضل من اثنين؟ يلي بيحب صاحبه أكثر. شلون بيحبه؟ يعني بيقول له تسلم لي وتقبرني ويا حبيبي هي؟ لا، أشدهما حبا يعني أشدهما نصحا وتذكيرا وتعليما. هذا أشد الحب. دائما تسعى لتعلم أخاك لتذكره لتدله على الله. لك يا ابني والله الدنيا فانية، لك والله فانية، شفنا الملوك وشفنا الرؤساء والزعماء والعظماء وينهم كلهم؟ ماتوا جميعا فما مخبر، ما في مين يخبر عنهم، راحوا كلهم. أنا في زماني كم واحد اللي من الملوك اللي تغير من الزعماء في العالم تغير؟ هذا كله راح ابني. والدنيا رايحة ولحنا بكرة رايحين، ما في واحد منا لح يخلد. لا يأتي عليكم 100 سنة وعلى وجه الأرض واحد منكم، صح؟ ممكن واحد لا عمره 20 سنة ويجي 100 سنة شو بده يصير؟ 120 ما لح يجي 100 سنة في واحد ممكن على وجه الأرض. إلا كلنا منكون وين؟ تحت التراب، تحت التراب الجسد. أما الأرواح إن شاء الله في عالم الساهرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. والساهرة مستقر الأرواح، هناك نجتمع في الساهرة إلى يوم القيامة. فهي الحياة الثانية حياة الأرواح، بتكون مع أحبابك بتعيش معهم مع أولياء الله مع المقربين، وتعرض عليك منازلك في الجنة وأنت في أرض الساهرة. فكل يوم عايش بالجنة أنت، نعيم وسرور حتى تقوم الساعة فتدخل الجنة بعد أن رأيت فيها وتلززت في كل حياتك. هي الحياة. بينما اللي ماله هالأخ أو ما صار له هالإيمان ينتقل، لكن مين له؟ أوجب العلماء الله يرضى عنهم أنه كل واحد لازم يصير له مذهب. ليه؟ قال كأنه بكرة في الآخرة كل واحد بده يتبع المذهب تبعه. فاللي ما له مذهب شو بيكون؟ بده يروح للحنفي ولا الشافعي ولا الحنبلي ولا المالكي، بيضيع بين هاد وبين هاد. يكون لك مذهب يا ابني، يكون لك شيخ ترتبط فيه على محبة الله حتى تلتقي به يوم القيامة. إذا نادى الله عز وجل نادى أين العلماء ورثة الأنبياء؟ وهذا نداء يوم القيامة، أين العلماء ورثة الأنبياء؟ فيقوم خلق كثير من خلق الله تعالى.
فتقول الملائكة: ليست الدعوة بلا بينة. كل واحد بيدعي، لا بدنا بينة. شو البينة؟ قال: من وجد في صحيفته الإخلاص لله فليجلس على كرسي من هذه الكراسي، تحت العرش كراسي من نور فيجلس عليها العلماء، ثم يتجلى الله لكل عالم تجلي خاص ويقول له: اشفع في تلامذتك ولو بلغ عددهم عدد نجوم السماء فقد شفعتك فيهم. عدد نجوم السماء فقد شفعتك فيهم، هيا ابن هاي الشفاعة. فإذا الشيخ رح يدخل بشفاعته كل من كان معه، الله يغفر لي، نسأل الله أن يغفر لي، ولن أدخل الجنة حتى تدخل معي. إذا ربي غفر وعفى، وإن كنت أنا مالي أهل، لكنه أهل التقوى وأهل المغفرة. فإن غفر بجوده وفضله وتفضل بعطائه وإحسانه، أرجو الله أن لا أدخل الجنة حتى أدخل كل محب معي. فهذا ابني شيء في الآخرة، هذا أغلى من الدنيا بما فيها. شو الدنيا يا ابني؟ الدنيا أكل وشرب، الحمير عم يأكله والدواب عم يأكله والغنم عم تأكل. الحياة يا ابني ما هي؟ الحياة لذة الإيمان، الحياة لذة التقوى، لذة الهداية، لذة الحب إلى الله، هي الحياة. فاللي ما حصلها ما عرف شيء لسه في الحياة. فبدك تحب يا ابني، دور على حبيب، دور على أخ. يا ريت تقبلوا أخوتي، يا ريت تقبلوا أخوتي. لا والله أخوتي صعبة والله يا ابني، والله اللي بده أخي الشيخ يا ابني بده يتعب. أنه لما بدك تأخي بدك تصير نسخة من أخوك. ما بيجي الأخ بشابه أخوه، أنت بدك تشبه الشيخ، ما بس بشكلك، بدك تشبه الشيخ بإيمانك وبقلبك وبحبك وبذكرك، بدك تشبه الشيخ. ولما بتشبهه، أنا من أهوى ومن أهوى، أنا نحن روحان حللنا بدنك، اثنين روحين بجسد واحد، هذا الحب. وإذا صار هالحب هاد، يا سلام. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: لو أن عبدين تحابا في الله لو أن عبدين تحابا في الله واحد بالمشرق وآخر بالمغرب لجمع الله بينهما يوم القيامة، لجمع الله بينهما يوم القيامة. يقول جل وعلا: هذا الذي كنت تحبه فيا، هذا اللي كنت تحبه من أجلي، هاد روح. فإذا الله عم يدلك عليه دلالة، مين عم يدل عليها؟ الله. الله يقول لك: هذا الذي كنت تحبه فيا. يا سلام. فإذا رب العزة لح يدلك، لح تتوه بهالموقف الشديد، هالموقف الله يدلك، يروح إلى من تحب، هذا اللي كنت تحبه. والله منحب النبي عليه الصلاة والسلام، ما بتحبوه؟ والله منحبه صلى الله عليه وسلم، ومنحب سيدنا أبو بكر، ومنحب سيدنا عمر، والله منحبهم، الله يجمعنا فيهم. ما صار لك يا ابني تركب بالقاطرة، اركب بالفرقون. وما صار لك الفرقون الأول، اركب بالفرقون الثاني. فإذا صار لك فرقون وركبت فيه، يلي راكب الفرقون الخامس ما اللي راكب القاطرة، ما هي كله ماشي سوا. وإذا كان يوم القيامة، هاي أحاديث كلها يا ابني عم بحكي لكم ياها أنا. إذا كان يوم القيامة دخل أهل النار النار وأهل الجنة الجنة، فرجل في النار بيستغيث فيقول الله تعالى: يا جبريل
اذهب. سألوا ليش كل هذا عم يعيط وعم يستغيث؟ بيذهب ليش؟ بقول له يا رب احرقني النار، احرقت جلدي وعظمي، ما خلت لي شيء دخيلك. فيقول الله تعالى يا جبريل سله. شوفوا رحمة الله يا أحبابي. الله يوفقني وإياكم. يا جبريل سله هل جالس في عالما؟ هل جالس عالما؟ هل صاحب عالما؟ هل أحب عالم؟ هل سكن بحي سكن فيه عالم؟ شو يا أخونا؟ بقول له أبدا، لا جالست ولا حبيت ولا سكنت بحي فيه شيخ، كنت أهرب منهم. فيقول الله تعالى يا جبريل سله هل أحب رجلا أحب العالم؟ هل صاحب رجلا صاحب العالم؟ شو يا أخونا؟ بقول له لا. هل أحب رجلا أحب العالم؟ لا. فيقول يا جبريل سله هل جالس رجلا جالس الذي جالس العالم؟ يعني هذا أنه واحد ثالث. هل أحب رجلا أحب الذي أحب العالم؟ لا 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 أبدا. وين عايش هذا؟ فيقول الله يا جبريل سله هل أحب رجلا أحب الذي أحب الذي أحب العالم؟ شو هالرحمة الإلهية هي؟ لي والله أنا حبيت سعيد يلي حب أحمد، أحمد حب عادل، عادل حب الشيخ. فيقول الله تعالى فأدخله الجنة بحبه له. لك هذا ما حب الشيخ، هذا حب يلي حب يلي حب الشيخ. فإذا حب الطابق الرابع فما بالك بمن أحب الشيخ؟ ما بالك بمن خالل الشيخ وتقرب إليه؟ هاي أحاديث رسول الله يا ابني. فلو الإنسان عرف والله لما تفترق عن الأخوة ولا لحظة واحدة. احكي لي يا ابن، كل واحد منكم يلي عم يسمع يفكر، احكي لي رفقاتك اللي انت وياهم صار لك سنتين وثلاثة وأربعة، شو انتفعت من هون؟ شو الفائدة اللي أخذتها من هون في دينك أو في دنياك؟ ما في شيء. له وسهو ولعب وضياع وقت وصرف أوقات بدون فائدة، صح؟ جيت لعند الشيخ من أول رمضان 6 أيام 7 أيام انتفعت؟ يعني يا ترى انتفاعك بعادل قديش من رفقة رفقاتك؟ ما كل جلسة بتعادل سنة من رفقاتك وأكثر من سنة؟ فليش لتخسر المربح وتشتغل بالخسارة؟ إذا كان واحد يا ابني عنده غرض حقه 10,000 ليرة باعه ب5 ورقات، هذا شو بيكون؟ مغبون، ضيع حقه. ما هي فأغلى من 10,000 وقتك يا ابني، أغلى من المال عما تضيعه مع رفيقك بدون فائدة. ليش ما بتكسب؟ فكساب يا ابني هالحال، هذا كساب هالعطاء يلي هذا الذي كنت تحبه فيا. يا سلام، الله عم يدلك عليه انه هاد روح فتدخل في شفاعته. هذا بكرة في الآخرة. معنى يا ابني دخلت في الشفاعة، معناته قول الله عز وجل إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، سبقت له من الله الهداية والحسنى، أولئك عنها عن إيش؟
عن نار جهنم مبعدون لا يسمعون حسيسها. حس ما من سمع، مع أنه جهنم وزفيرة من سمع من مسيرة 500 سنة، أما هؤلاء شو قال؟ لا يسمعون حسيسها. فإذا كان أنت مع يلي لا يسمعون حسيسها، أنت بتسمع حسيسها؟ عرفوا شو معنات يعني هالفضل الإلهي اللي الله عز وجل أكرمنا فيه. ومن هدية المجلس حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لعل الله أن ينفعكم في مجلس من المجالس والله عز وجل يثبتكم بقوله الثابت. والله يا أخوان يلي بيعرف بيعرف برمضان، رمضان ما هو إلا الظرف يلي الله عز وجل قيد فيه الشياطين من شان يصفي لك قلبك ويطهر لك روحك وترجع للفطرة اللي الله خلقك عليها. فلما بتسمع الهداية بتنجذب إلها، فلا تخلي الشيطان بعد رمضان يركبك ويقطع وصالك، بيقطع وصالك بينك وبين أولياء الله، بينك وبين أحباب الله. خليك ثابت، ما ضربوا مدافع العيد دفعنا لرمضان وخلصنا منه. الرجال يلي الله عز وجل بيثبته وبتكسبوا يا أحبابي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نظر الرجل إلى أخيه، نظر الرجل إلى أخيه عن شوق. جاي لعند الشيخ مشتاق، جاي لعند أخوك في الله بدك تشوفه مشتاق. نظر، نظر الرجل إلى أخيه عن شوق خير من اعتكاف سنة في مسجد هذا، في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. والركعة في مسجد النبي بقديش؟ 10,000. في مسجد النبي بقدي 10,000. الحسن بقدي 10,000. فالسنة بعشرة بقديش بتطلع؟ تطلع ب3,600,000 حسنة، صح؟ طيب 3,600,000 حسنة. لناخذ الحديث الثاني نشوف كرامة الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: من مشى في حاجة أخيه، من مشى في حاجة أخيه وبلغ فيها، تحققت على إيده. أنا جيت ما في أني حاجة، في حاجة دلالتكم على الله وعلى دين الله، بلغنا فيها علمنا، كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين، كان خيرا له من اعتكاف 10 سنين. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله، هذا اعتكاف عادي ما بالمسجد، مسجد النبوي اعتكاف عادي. ومن اعتكف يوما ابتغاء وجه الله تعالى جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق، جعل الله بينه وبين النار 3 خنادق أبعد مما بين الخافقين. هذا كل خندق أبعد ما بين المشرق والمغرب. فإذا قلنا 3 خنادق باليوم، هذا إذا كان 3 خنادق ضرب 3,600,000 بيطلع 10,800,000. هدول خندق تبتعد عن النار في كل نظرة نظرت إليها. بالجلسة كم نظرة عم تنظر؟
بس انا بدي اعرف يقينا انتم متيقنين من كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ كلام حق فيه شبهة؟ فاذا كان تتيقنوا هذا الكن، هذا الكن. ثلاث خنادق، كل خندق مسيري، هذا عام ابعد مما بين المشرق والمغرب. فاذا كان عاشل نظر عن شوق افضل من اعتكاف سنة في مسجد النبي، وكل سنة بقديش؟ ب10,000. قديش طلعوا معنا؟ 3,600,000. هذا 3,600,000 في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام الحسني. فإذا اعتكفت يوم، اعتكاف يوم في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، تبعد عن نار جهنم 7 خنادق، ما 3 في المساجد العامة. فمعناته قديش أبدي الأجر لمن أكرمه الله بالصحبة أو المحبة. فناويين تحبوا؟ ناويين تآخوا؟ مين بيحب آخي؟ كلكم رفع الإيد. قديش بيكلفكم؟ رفع إيد، نزلنا إيد. هذا هلا سهل، لكن أنا إمتى بعرفها؟ بعد بعد شباط نعرف بعد العيد. نستقمت ولازمت، فوالله هنيئا لك على هذا العطاء يلي النبي عليه الصلاة والسلام عم يرغبنا فيه. واذا ما صب لك فبتكون يا مسكين خسرت خسارة كبرى. والعصر إن الإنسان لفي خسر. أنو إنسان يلي ضيع عليه، ضيع، ما باع برخيص، ضيع الزمن عليه، ضيع الصحبة عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا اللي رفعوا إيديهن وقلتوا انه بتحبوا، ما هي؟ من احب اخا في الله، من احب اخا في الله فقال اني احبك لله والله يشهد اني احبكم لله. هذا ما في قلبي، وعملي ببرهن على ما في قلبي. أشهد، الله يشهد أني أحبكم لله لأدلكم على الله وأرقى بكم إلى محبة الله. من أحب أخا في الله فقال إني أحبك لله فقد أحبه الله. الله أكبر. فدخلا جميعا الجنة، فدخلا جميعا الجنة. شلون بالجنة؟ قال كان الذي أحب في الله أرفع درجة على الذي أحبه له. محب ومحبوب، المحب أرفع درجة من المحبوب. لو حبوني في الله لا تخافوا، بركي بتاخدوا هالدرجة الكون، والله بفرح انه تطلعوا فوق مني بدرجة. يشهد الله بفرح. وفي الاخرة انا بدي اياكم تصلوا، ما لح اكون اغلى من سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه، اللي كان كل يوم اذا طلع من بيته يمر على سيدنا ابو بكر الصديق قال له السلام عليكم ورحمة الله. كل يوم كان يسلم على سيدنا ابو بكر الصديق. فيوم من الايام مر من سد قدام سيدنا ابو بكر ما سلم عليه، مر عم يطلع بسيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر خير يا ابا الحسن، سلام عليكم يا ابا الحسن. قال له وعليكم السلام. لكن سيدنا ابو بكر تنغرش انه ليش ما سلم اليوم؟
فراح لعند النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رسول الله أبا الحسن كل يوم يمر علي فيسلم، اليوم مر ما سلم علي، ما بعرف بيصير زعلان مني. النبي قال له انتظر، بعت ورا سيدنا علي. فجاء سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه فقال يا أبا الحسن إنك اعتدت السلام على أبي بكر فلماذا لم تسلم عليه اليوم؟ ما دام كل يوم عم تسلم عليه ليش اليوم ما سلمت؟ زعلان شيء؟ قال لا يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت الليلة في المنام أني دخلت على قصر في الجنة من جوهر يتلألأ، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لمن بدأ صاحبه بالسلام، يلي بيسلم أول. قال فمررت من أمام أبي بكر ولم أسلم حتى يسلم علي أبا بكر فيكون القصر له، مشان يصير القصر لمين؟ إله. وأنا على هالمذهب، كان الذي أحب أرفع درجة، حبه بركي الله بيرفعكم هالدرجة هي وبتنالوا، وما في مانع اشفعوا لي لعل الله عز وجل الله يشفعكم فيه، ما بعرف ببركة مين منكم ربي بيغفر لنا. فإذا الله عز وجل أكرمك وصدقت في الحب فلعل الله عز وجل أن يرفعك هذه الدرجة. بالأخير لها أختم لكم الدرس بحديث عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، إن شاء الله بتكونوا حبيتوا والله بيكرمني وإياكم بصدق المحبة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنا من عباد الله إن من عباد الله لعبادا ليسوا بأنبياء ليسوا بأنبياء يغبطهم الأنبياء والشهداء. الغبطة حسد المحبة، يغبطهم الأنبياء والشهداء تحابوا بروح الله عز وجل، حبوا بعضهم لله. في بيني وبينكم مصاري شيء عمل؟ في وظائف شيء؟ جايين لإيش؟ لله. وأنا جاي لإيه؟ الله يجعلها خالصة لوجه الله. تحابوا بروح الله عز وجل على غير أموال وأنساب، لا في نسب ولا في مال، خالصا لله سبحانه وتعالى. وجوههم نور، وجوههم نور، وهم على منابر من نور. لا يخافون إذا خاف الناس، لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، لا يخافون إذا خاف الناس ولا يحزنون إذا حزن الناس. ثم قرأ صلى الله عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الله يجعلكم منهم، الله يجعلكم منهم، الله يجعلكم منهم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. تحبوا تصيروا منهم؟ أنا هلا بينت لكم، الله يجعلكم منهم، وإن شاء الله لحأعلق فيكم إن شاء الله بالدنيا وبالآخرة، ما لح نترككم لا هلا ولا بعد العيد، لعل الله أن ربي يجمعني وإياكم على محبة رسول الله ظاهرا وباطنا.
وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجمعنا تحت لواء سيدنا محمد غير خزايا ولا ندامة. اللهم اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم ألف بين قلوبنا واجمع قلوبنا على محبتك، وألهمنا دوام ذكرك، ووفقنا لكمال طاعتك. اللهم اربط بين قلوبنا باسمك العظيم، واجعلنا من خلص أوليائك وأحبابك، واغفر لنا ولأحبابنا ولمن جالسنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. وصلى الله على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين.